السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده اقدم لكم وصفه مجربه، انا مجرباها للبشره، بتدي نضاره وتفتيح للبشره وهتعجبكم جدا جدا. وحب ومعانا المكونات اهي، كريم كير باي كير وفيتامينات اي وعلبه فاضيه والكريم فير اند رافلي، وممكن تغيروه باي كريم تاني بس اهم حاجه الكريم الاساسي اللي هو كير باي كير، والتاني ممكن تستبدله بأي كريم. معانا اهي الحبيبات اللي هي الفيتامين ايه، بنفضيها كده كويس في علبة فاضية. احنا فضينا 4 عشان هنا الكبسولة 500، لو في كبسولة 1000 يبقى ايه بنفضي 2 بس. ومعانا الكريم اهو كير باي كير، بنفضي منه برضه اهو معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين. وبعدين بنفضي الكريم التاني ده كل العبوة الصغيرة اللي هي بتاع 4 معالق كبار زي ما انتوا شايفين اهو. بعدين اهو فضيناها كلها، هنقلبهم بقى كويس، وقبليها هنحط نص معلقة نشا زي ما انتوا شايفين كده، نص معلقة، مش لازم معلقة من دي، هي نص معلقة عادية عشان دي بس صغيرة. وبعدين هنقلبهم بقى كويس، لازم نعملهم كلهم مع بعض. اهو مع التقليب المستمر كده قلبناهم اهو كلهم مع بعض اهو. هنقفلها بقى ونسيبها، هنستخدمها كل يوم مرة في اليوم. ايوه هاتيلي اسمها. ودي معانا صابونة اهي لازم نغسل بيها قبل، ومعانا اهي صابونة فيت جار دي عشان انا بشرتي دهنية، انا جبتها من الصيدلية عشان البشرة الدهنية طبعا مش بنستعمل بيها اي كريم اي صابونة تانية، ودي ب14 جنيه زي ما انتوا شايفين اهي. بغسل بها وشي الاول وبعدين احط الكريم بالليل بس وبنام بيه، ما ينفعش احطه بالنهار وبطلع بره في الشمس، مش هينفع، مش هيعمل مفعول. فخلال استخدام الكريم ده او اسبوع واحد بنلاقي بشنا اتغير خالص والنضارة بانت عليه وبقى له كله لون واحد وبيفتح درجتين من قبل كده. انا كده جربت لكم حتة صغيرة اهو، شايفين الفرق بين الايد دي والايد دي، اللي هو الكريم ده اصلا بيعمل نضارة مش تفتيح، اللي هو بيعمل اشراك للبشرة وبيدي نضارة. شايفين معانا عامل ازاي، اللي هو اكيد يعني مش هيفتح من اول مرة، هو بس بيوضح يعني بيدي نضارة واشراك للوجه وكده، وشك بينور برضو زي ما انتوا شايفين معانا اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.